في زكاه الحلي المتخذ للزينه خلاف فقهي، والاحتياط اخراج زكاته اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. النصاب 85 جراما من الذهب الخالص، مقدار الزكاه الواجب ربع العشر. ربع العشر الذهب اذا خرج عن الحليه واصبح مجرد وعاء ادخاري تجب فيه الزكاه بلا نزاع. النزاع ليس في الذهب المخزون الذي خرج عن الحليه واصبح وعاء ادخاريا بحتا. اذا اصبح الذهب وعاء ادخاريا بحتا وخرج عن كونه متخذا للحليه هذا مال زكوي بلا نزاع. فيه قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وما أدي زكاته فليس بكنز، وما من صاحب ذهب ولا ورق لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه أحميت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.